يسعد أوقاتكم متابعي قناة مطبخ الجمال العربي، معكم نغم. اليوم رح نعمل مع بعض حبوب بالحليب. شو رأيكم سبايا؟ قبل ما نبلش بالفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس تتصلكم إشعاراتنا الجديدة، وأكيد اعملوا شير لرفقاتكم حتى يستفادوا معنا، واضغطوا لايك وراسلوني بالتعليقات لأتعرف على آرائكم. مع مطبخ الجمال العربي زورونا مرة ما رح تنسونا بالمرة. اليوم أكلتنا كتير لذيذة، ويلا لنشوف الطريقة مع بعض. صبايا، أنا عندي كيلو من حنطة القمح أو حبوب القمح. هلا نحن بسوريا بنسميها حبوب، فهي عبارة عن حبوب القمح لكن مقشورة. فما بعرف انتو شو بتسموها ببقية الأقطار العربية، يا ريت تراسلوني بالتعليقات وتكتبوا لي شو هو الاسم عندكم. هلا حبوب القمح أنا عندي كيلو، حطيتها بالطنجرة وحطيت فوقها 3/4 من المي مباشرة على النار حتى تغلي. هلا مثل ما انتو شايفين هون صبايا، بلشت تغلي عندي حبوب القمح. أنا تركتها تقريبا مدة ساعتين، بدها تغلي على نار كتير واطية، وكل ما دخلتي على المطبخ فيكي تحركيها مثل ما انتو شايفين وتتركوها حتى تتفتح الحبة. هلا بعد ساعتين ما تغلي كتير منيح رح طفي عليها واتركها لبكرة حتى تتشرب كل السوائل والمي اللي فيها. هلا في كتير ناس بدل ما يحطوا مي ممكن يحطوا حليب، كمان هذا الشيء لا مانع انه انتو تضيفوا الحليب. كمان نفس المقادير فيكن تحطوها، كيلو حنطة تنقعوها ب3/4 او 3 كليات حليب، بتحطوها على النار مدة ساعتين على نار كتير هادية، وبعدين بتطفوا عليها وبتتركوها لتاني يوم، فالحبة بتفتح وبتتشرب كل الحليب اللي في قلبها. طبعا هذا الشي بيرجع حسب الرغبة، ما بتفرق طبعا اكيد. هلا انا هون حطت 3/4 من المي وراح اتركها لبكرة. صبايا مثل ما لكم شايفين، هلا انا تاني يوم عندي تركتها بعد ما غليت وتشربت كل السوائل، شايفين كيف صارت عندي الحبة. هلا مباشرة على الخلاط انا بدي اخلط نص الكمية. مثل ما لكم شايفين كيف هلا انا خلطت نص الكمية، ورح اترك النص الثاني عبارة عن حبيبات حتى يتلغلفوا مع بعضهم ويتجانسوا، وبيعطوني نكهة كتير طيبة بحيث انه بتطلع الحبة كمان كاملة بالاكل، فبتعطي نكهة طيبة ونكهة ظريفة. هلا صبايا انا بدي اخلط الحبوب المطحون عندي اللي انا طحنته مع الحبة الكاملة وحركهم حتى يتجانسوا مع بعضهم. طبعا قديش كمية الحليب عندي هون، انا كل كيلو حنطة بتكون تضيفوا له 4 كيلو حليب. شايفين صبايا هلا هيك صار عندي الحبوب بعد ما انطحن وانخلط مع الحبة الكاملة صار جاهز. وهلا انا بهذا الوقت عبجهز الحليب على النار حتى يغلي. ممنوع انك تضيفي صبية اي شيء للحليب قبل ما يغلي، لانه مباشرة الحليب بيفرط وبينتزع، فحتى تكون الطبخة سليمة وبالامان لازم يغلي الحليب عندي كتير منيح. وبس بلش يفور الحليب مثل ما لكم شايفين، هلا بدي نزل الحنطة اللي انا خلطتها وبدي نزلها على الحليب وحركها حتى تفرط وتتجانس مع الحليب. أكلة حبوب بالحليب كتير لذيذة وبتتقدم عادة باجتماعات النسوان، ممكن برمضان انك تعمليها نوع من انواع التحلية بعد الفطور. الحبوب بتعرفوا انه هي كتير مفيدة وغنية بفيتامين B12، بالاضافة انه هي كتير بتساهم وبتسرع بعملية الهضم، لذلك اذا اكلناها برمضان ما بعد الفطور فهي بتساعدنا بعملية الهضم، كون حبوب القمح كتير مفيدة للجهاز الهضمي. وعلى فكرة للأطفال فيكي تعطيها إياها وجبة كاملة غنية مثل ما قلت لكم بفيتامين B12، بالإضافة للبروتين الموجود داخل القمح، فهو غذاء كامل للطفل، وبالإضافة إنه هو بالفعل نكهته كتير طيبة. وهلأ على نار واطية تقريبا بدي أتركه مدة نص ساعة. ليش نص ساعة؟ حتى يعقد كتير منيح وبيعطي سماكة، والنشا اللي بقلب الحبة
حبة الحبوب طبعا بتطلع فبتعطي سماكة، وتقريبا بعد نص ساعة بيكون جاهز ومنطفي عليه. هلأ مقدار السكر هذا الشيء اختياري. هلأ أنا مثل ما قلت لكم عندي كيلو حنطة، أنا حاطة لها 4 كليات حليب، تقريبا بتاخد معي سكر حوالي 2 كاسات كبار من السكر. فيكن تدوقوا طبعا كمية السكر. هلأ أنا عم ضيف أول كاسة والثانية، وفيكم صبايا تدوقوا الحلاوة إذا حابين يكون كمية حلاوته أكتر، هذا الشي برجع لكم اختياري، هي لازم تكون حلاوته متوسطة. هلأ أنا بعد ما أضفت السكر بدي أتركه مدة 10 دقايق يعقد كتير منيح. هلأ في ناس بالنسبة للمنكهات، في ناس بتحب تضيف له الشمرة واليانسون مثل ما أنا رح أعمل هلأ، في ناس بتحب تضيف له الفانيليا أو المسكة، أو المسكة دروس عادة مثل ما بنقول عنا بسوريا، يعني المستكة عنكم يمكن، تعطي نكهة كمنكهات كتير لذيذة. فأنا بفضل أني حط الشمرة واليانسون للحليب، بيعطي نكهة كتير طيبة. على فكرة حابة أقولكم أنه في بعض الناس بتطبخه بس بالمي. شلون بالمي؟ بتطبخ حبة الحبوب ما عدا فترة النقع، بتحط الحبوب بالمي وبتكمل طبخه. فكمان هي عادة متوارثة، يمكن بالحليب بيعطي غذاء أفضل، لكن كمان أنا فيني أعمله بالمي بس. فكمان المنكهات هون تعطي الشمرة واليانسون تعطي النكهة اللذيذة. شايفين أنا الشمرة عندي هون طحنتها تماما، وهلأ أنا بعد ما طحنتها بدي نزلها على الحبوب واتركها مدة 10 دقايق تغلي وبيكون جاهز. شايفين هلأ أنا ما بتيرشها مباشرة حتى ما تعطيني تكتلات، حطيت شوية مي وحركتها، شايفين، وهلأ بنزلها. ما ترشوها صبايا مباشرة لأنه بتكبتل وبتجمع على بعضها وما بتعود تتجانس مع الحليب اللي موجود عندي. طبعا قديش كمية الشمرة للأربعة كيلو حليب؟ حدود 50 جرام موجودة الشمرة عند العطار. في كيسابية تطحنية أو تجيبية مطحونة أو تطحنية بالبيت وبتحمصيها من دون ما تحطي لها أي شيء، بتحطيها بالطواية بتقلبيها كم تقليبة على الناشف وبتطحنيها، أو إذا كانت مطحونة قبل كمان وبتنزليها على الحبوب. برجع بقلكم تنزيلها على الحبوب ما لازم مباشرة إني رشها، بحط لها شوية مي بحركها كتير منيح وبنزلها حتى ما تجمع على بعضها وما بتعطيني نكهة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو معي لليوم، كتير لذيذة وممكن تكون وجبة بين الفطور والسحور. إن شاء الله رمضان مبارك عليكم وصيامكم مقبول يا رب. هذا الحبوب بالحليب رح نعملكم بالفيديوهات الثانية حبوب بالماء، لكل اللي حاب يسأل عن هاي الطريقة رح نفرجيكم الطريقة الثانية إن شاء الله. كنت معكم أنا نغم من قناة مطبخ الجمال العربي، زورونا مرة ما رح تنسونا بالمرة. صبايا ما تنسونا من اشتراككم بالقناة وفعلوا زر الجرس وعملوا شير لرفقاتكم، وأكيد اضغطوا لايك وراسلوني بالتعليقات لأتعرف على آرائكم. بلاقيكم فيديو جديد وباي باي.